هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد بعد غياب تقريبا صار لي 10 أيام، أكثر من 10 أيام. كان عندي ظروف بنات، وهسه يلا قدرت أنزل لكم هذا الفيديو. طبعا بنات، هذا الفيديو أنا مصورته قبل ب10 أيام، تقريبا 12 يوم هيك شي، بس ما قدرت أنزله لأن صار عندي شوية ظروف. وهسه بنهاية الفيديو راح أقول لكم شنو صار عندي. شوفوا البنات، بالبداية طبخت هذا البرياني. طبعا دائما اطبخ برياني، لو اطبخ تمن احمر، واجيب دجاج من برا. يعني بصراحه ما اقعد اشوي وهاي، لان اقول ما تسوى، يعني احنا نفرين واقعد اشوي دجاج وما ادري شنو هاي، على مود مثلا نص دجاجه، فاقول ما تسوى، فزوجي يجيبها من برا وانا بس اسوي تمن برياني، لانه احنا نحب تمن برياني لو تمن احمر ويا الدجاجه. فورا ما خلصت اجيت على المواعين على مود اغسلهم. هاي الفقرة اللي اني احبها. كل شي احب المواعين. هنا يوسف طبعا يشتغل وياي، كل شي يوسف حاط روحه وياي، عاد تعودت عليه. شوفوا بنات، هنا انا ما كان عندي يعني مواعين هواية، جدرية صين هي ومواعين مال الطرشي، فغسلتهم وراح أبلش. لأن اليوم شنو بنات، قررت يعني أسوي دولمة، لأنه باكر جمعة، تعرفون جمعة وقاعدين هاي، لازم أكلة حلوة ومرتبة. وتدرون بنات، أني تقريبا صار لي كل شو هواية ما مسوية دولمة واحدة، يعني تقريبا صار سنتين أني ما مسوية دولمة. من أول ما تزوجت يمكن سويتها مرتين وخلص، بعد ما سويت دولمة، لأن قلت لكم شغلها يتعب، وكان يوسف صغير ما يخليني أشتغل. فأكثر الأوقات خطية ماما تسوي لي جدر، تلف لي جدر، وأني أجيب البيت بس أطبخ، يعني بس أطبخ الدولمة. بس ما الآن أقعد أسويها وهاي لا، بس من أروح يمها لا، أنا ياها نسويها سوية، لأنه تعرفون يوسف يم خواتي، فأني أقدر أشتغل براحتي، بس هنا ببيتي مستحيل أقدر أسوي هيك طبخة ويوسف وياي. يعني سويتها يعني قبل بمرة، وأني ودا ألف يوسف لعب خلقه وبكته حتى تمرض، لانه دا سوي السلك وقام يلزم السلك ويحطه على عينه، فبكته تمرض وديته للمستشفى على مود عيونه، وصارت قصة طويلة. فقلت بعد ما اسوي دوامة بالبيت، لانه خلي كبر يوسف يلا. هنا شنو صار عندي، ستقولون لعد كل هذا الحكي وراح ترجعين تسوين الدوامة. شوفوا بنات، ماما مسوية دوامة، فبقى حشو سويت لي بحافظة، قلت لها تجيبي على مود اني الفها بالبيت، انه ما على مود ما اتعبه هواية، انه شايفين بناتج الحشوة تكون جاهزة، تجون انتو بس تلفون. فبوقتها كانت الحشوة ضامتها بالفريزر، فطلعتها يعني تموع قبل بساعة، وجيت انا هنا. هاي يوسف طبعا مريض من ورا هذا تغيير الجو، ساعة باردة وساعة حارة، فهسه اكثريتنا انفلونزا. المهم بنات، خلينا نرجع لسالفتنا. فشنو قلت، خلي اجيب سلق، واني واقفه بسرعه بسرعه اسويها، ومثل ما شفتوا ما سويت هوايه، لا شجره هوايه ولا باذنجان ولا كل شيء، يعني من كل شيء وحده وحده سويت. وبصل، بس اقول لكم بصل لا سويت هوايه، لان احنا نحب البصل بالدولمه. فهنا شنو تحسون، الشغله صارت سريعه عكس ما الحشوه، ترى قد ما نشوفها بس هي تعب، تقعدي نقعد تمن وقعدي ثرمي الشغلات وسالفتها طويله، يعني كلش تعب. فانه انا قلت انه يا مدام جهد ما راح، يعني ما راح اتعب، وفعلا الحمد لله كانت يعني كلش سريعه، ما يعني ما تعبتني. فبعد بنات، هاي الحشوه هنا عندي جاهزه. فشنو زيدت عليها شوية معجون، وضفت شوية ليمون، وخلاص بس هذني الإضافات ضفتها، لأن قلت لكم هي يعني حتى ملح وكل شيء، كل شيء كامل. هنا أنا كنت دا يعني شيء لابس المعجون ويا الحشوة، وضفت شوية ليمون. أني مرات بنات يعني هاي بالبداية لما سويت أول مرة، هم أنا من أول مرة سويت كنت ما أدري إيش قد الكمية، بداية أول ما تزوجت فسويت كمية كلش هواية من الحشو، فهم أنا بقى عندي من الحشو ضميته بالثلاجة،
فغير مرة صارت عندي دوم على بالك كلش سهلة، يعني حشو جاهز، بس جبت السليق ولفيته وما طولت ساعة كاملة، يعني أنا كملت جدر دومة. بس أول مرة لما سويتها يو يمكن 4 ساعات أنا أسوي بيها على ما خلصتها. شوفوا بنات هنا الحشو صارت عندي اتجنن. وبهالأثناء بنات خطية زوجي رجلة احترقت، كنت حاطة اندومي، زوجي اشتهى اندومي فقال لي سوي لي كاسة اندومي، خطية سويت له وبعدها استوني حطت لي على الميز دي اريد ياكلها، ويوسف قلب الميز عليه واحترقت رجلة خطية كليتها، وايد يوسف شوية مو هواية بس اكثر شي رجلة كلش كلش اذت. هاي ما طلعت لكم بعدين شلون صارت هيجي بطبطت ونفخت وصار منظرها يعني كلش يخوف. انا نشرت على انستغرام، متابعيني بالانستغرام شافوا اني انشر هناك كل شيء، يعني ستوريات اللي يريد يتابعها على انستغرام اسمه nora/an5 بالانجليزي. هنا بنات بعدين ورا ما كل شيء هدى ومسحت البيت ونظفت، هاي تحسوني شي تعب فوق تعب لانه وقع الاندومي على التخوم، وانا التخوم جالفته قبل بيوم كلش انقهرت. رجعت من جدة وجديد جلفته ومسحت البيت وعزلته ونيمت يوسف، وهاي هيجي صار البيت كلش هدوء. يلا جبت الغراض مال دومه وقلت يلا هسه خلي الف، لان صارت عندي خوف اروح امينه يقلب يوسف الميز. هنا انا بلشت الف بالدومه. طبعا بنات اكو فد شي كلش كلش اساسي انا نسيته بالدومه، شوفوا انا ما راح اقول لكم اياه هسه بنهايه الفيديو، كلش راح اقول لكم انه انا شنو نسيته، او يجوز اكتب لكم اياه اول تعليق، بس لا اول تعليق راح ينكشف بعدكم مش في الفيديو راح تعرفون. لا بقى بنات راح احط لكم اياه بنهايه الفيديو، انا راح اقول لكم انا كفت شيء كلش مهم نسيته بالدومه ما حطيته، وتخيلوا انا ما اكتشفت الموضوع لحد ما اجيت دامنتج الفيديو. تخيلوا بنات دامنتج الفيديو يلا انا اكتشفت انه انا هذا الشيء ما حاطته للدوم، وهذا الشيء كلش مهم واساسي والمفروض من البدايه احطه، بس اني ناسيته اصلا من البدايه ناسيته. فاردكم هسه شنو تحذرون شنو هذا الشيء اللي انا نسيت احطه بالدومه وكتبوا لي بالتعليقات. هسه روحوا كتبوا لي، ركزوا كلش زين شنو النقص بالدومه وسجلوه على مود تتابعون نهايه الفيديو تشوفون اذا صحيح او غلط. هنا انا ترتبت الجدريه، انا قبل كنت هيجي اسويها خبط خبط يعني بدون ترتيب، بس بعدين ماما قالت لي ما يصير لازم هيجي تطلع قالب ولازم تطلع حلوه، فانه قمت ارتب الجدريه صدق اعتني بيها والفها من كل قلبي بحث على مود صدق لما نريد نقلب الدومه يطلع شكلها كلش حلو ومرتب. وماما تقول اهم شيء اهم شيء الدومه ما تخلون بيها يعني شلون هسه من اجي الف السلقايه يكون ما بيها تمن من برا حتى يعني منظرها ما يصير ما حلو، يعني اكو اشوفهم يلفون الدومه هيك كلها هوسه هوسه وتمن طالع منه ومنه، فلازم هاي اهم شيء تطبقون السلقايه شلون الورق عنب من تريدون تلفوه تطبقوه من كل الجهات يلا تلفوه. انا ورا ما خلصت ضمتها بالثلاجه ونظفت المطبخ ورحت نمت لان كنت كلش تعبانه بيومها. هنا ثاني يوم قعدنا يوم جمعه وهدوء، وتعرفون شي يوم جمعة يصير كلش حلو، فحطيت الجدرية على النار وجيت اشوفكم. هذا اشتريت اليوسف بنات، انا هاي الفترة كلش حابة الملابس الكورية على يوسف، ما اعرف احسها تطلع كلش احلى عليه، يعني تكون كلش عريضة احلى من الملابس اللي تكون قصيفة او مثلا على قياس الطفل بالمضبوط. لا هاي يعني صار لي فترة قالبة، حتى ملابسه مال عيد اشتريتن ملابس كورية كلش حلوة على الطفل، هيجي تكون كبيرة يعني شوية تكون بيها عرض، هي اوكي على عمره بس تشوفون البدي شوية يكون عريض، البرمودة عريضة، الشورت عريض، فهيجي دا احس ان كلش حلوات. بنات جربوا اشتروا جهلكم هيجي راح تحسون هيجي يطلعون كلش حلوين. هسه اني مال بيت وما طلعة دا البس يوسف كلته كل تيشيرتات عريضة وهيجي احس يطلع احلى. وهذا وياه بنات رهمت قلت عم البسه ويا هذا البوتين، يعني شي لبس مثل ما نقول عصري حلو. هنا جيت اكمل الرواية مالتي، قلت بين ما تستوي الدومة شغلتها طويلة خلي اقعد اكمل الرواية مالتي، وطبعا بنات انا هسه خلصتها كملتها كلش حلوة، انصحكم تقروها
صدق صدق تجنن وحلوة. هنا أنا قلت خلي أسوي الكوفي بنات، أول ما قعدنا متريقني لين قعدنا متأخرين، فقلت ما يحتاج نتريق لأن إحنا إذا نتريق ما ناكل بعد لليل، يعني نشبع بعد ما ناكل، حتى إذا كنا شيء بسيط بعد ما نقدر ناكل. فقلت لزوجي لا ما راح أسوي ريوق، خلي ننتظر للدولمة أحسن، لأن أعرف بزوجي بس يأكل شيء مع سالكم وكل شيء صغيرة يقول شو بعد ما أكل من أنا لليل يلا يجوع، وأنا همني نفس الشيء. فقلت خلي أقوم أسوي كوفي نشربه بين ما تستوي الدولمة. هو مو يعني هذا الكوفي العادي بنات، مو أنا سويته. هنا بنات اجيت اسوي صلصة، وما احكي لكم شنو الغلط اللي سويته يا الله، يعني هذا الفيديو كلش تعبني. مو بس الفيديو تعبني، يعني سبحان الله صارت اكو فديتشي من صورته وين يلا منتجته، وين يلا دخلت بيصوت، وين يلا راح انشره، وبنفس الوقت هو من كنت اثناء مدى اصوره حيل تعبت بالتصوير، الف سالفة وسالفة صارت لي وانا دا اصور وانظف، وتعبت كلش تعبت بهذا الفيديو. وهنا أنا اخر شيء شوفوا ده، شوفون الصلصة ثخينة كلش صارت، هو المفروض اني احط خاشوقة وحدة من المعجون ويا المي، بس اني حطيت 3 خواشيق معجون، ما ادري شنو السبب اللي سويته هيك يعني. المهم يا صارت بنات كلش طيبة كلش طيبة، بس اكو غلط يعني هذا المنظر مو كلش عجبني، ما المعجون صار لي فوق فانقهرت هيك، حسيت تعبي كلي تراح ببلاش ببلاش من ورا هاي الشفصة شفصتها اني مال معجون. اني كل مرة اطبخها بالمضبوط وتطلع تخبل وياي وقياس المعجون وكل شي يطلع يخبل وياي، بس قلت لكم ما اعرف شنو صار، ما ادري شنو اجاني وجيت وحطيت معجون هلقد وما عرفت شلون اوخره، وهاي غلست على الموضوع اصلا، قبخت الجدرية وغلست، قلت هو مو مهم المنظر المهم الطعام، صح لو غلط المهم الطعام يصير كلش طيب. هنا انا جيت احضر فرغت الطرشي وحطيت هاي الخبزاي على موتشينو نقلب الدومة. انا صحيت زوجي قلت يلا تعال اقلب الدومة، تخيل البنات ابد ما اقلب جدر اخاف ما ادري ليش، يعني ولا مرة بحياتي قلب جدر دومة كلش اخاف. فهنا انا صحيت قلت له تعال اقلب لنا الدومة، ما احكي لكم بنات الدومة تخبل، شوفوا البصل شلون لاشع، هو شوية بيحروق بس طيبة طيبة والله طيبة. صارت كلش طيبة. هاي بعدين ورا ما خلصت غدا دا اشوفكم، يعني بنات هاي الحركة هيجي نقول السحرية هيجي بحث بسرعة، ما شوفت لكم الهوسة والمواعين والتنظيف، قلت خطية خلي قبل ابين لهم انه انا كمل الشغل، عاد كمل الشغل وخلصت وهسه اجيت امسح القاع. هاي اخر شي تحسون انه هسه صدق خلصتوا كل شي، خلصتوا طبخكم خلصتوا التنظيف بعد كل شي ما عندكم. هسه بنات راح احكي لكم اني شنو صار عندي وليش هاي الفترة صار لي تقريبا 12 يوم اني غايبة عنكم. شوف بنات خطية جدي اختي يمي خطار وصار عندها تشنج، ومن التشنج قامت بطنها توجعها وديناها للمستشفى، ومن بعدها صار عندها يعني ما صار عندها ولادة، وإنما هم رادوا يولدوها لأنه قالوا مو زين على صحة الطفل، وصار عندها فطر بالجارة فقالوا هذا الشيء كلش مو زين على الطفل ولازم نجيبها بأسرع وقت. فما أحكي لكم الخوف اللي خفناه على أختي وهمنا على الطفل، فإنه صارت شيء رحنا بعدين قالوا لنا لا بيتوها يمنا تحت المراقبة، عفناها تحت المراقبة يومهم، وأني رديت رجعت البيت بقيت يوم خواتي لأنه ماما راحت ويا أختي، هم بقوا بالمستشفى وأني رجعت يوم خواتي بقيت تقريبا ظليت لليل كليته والصبحية رديت رحت لهم بقيت هناك يا ماما، لما قدرت أبقى بالبيت بصراحة ما قدرت أصبر، قلت إلا أني أروح بنفسي، والحمد لله والشكر الحمد لله الله قومها بسلامة هي والطفل بعد تعب 3 أيام، خطية 3 أيام ماتت من الوجع وكلش تأذت، وبالأخير جابت عملية واللي هي خطية كانت تريد تجيب طبيعي بس ما صار عندها، الحمد لله والشكر على كل شيء، المهم قامت لنا بخير وسلامة هي والطفل.
فهذا السبب غيابي عنكم بنات، لان انا كنت ملتهيه وما كنت موجوده ببيتي ولا كنت متفرغه للتليفون ولا لكل شيء، حتى للانستغرام كنت ما فتحه ولا انشر ولا ابد، لانه تعرفون خطا طير وعالم وما اعرف شنو، واختي تعرفون عن عمليه يعني كلش انشغلت بذيك الفتره. هاي هنا انا اجيت ماما سوت معلاق وحبيت اصور لكم. شوف بنات ماما هيك تسوي دائما، تسوي مثل يعني شلون تحمسه وتحط وياه فلفل وبصل وطماطه وشويه معجون وحامض. سوت قسم حمس وسوت قسم شوي. انا بصراحه احب الحمس، وهم يعني ما احب اكله بس احب المونه مالته. انتوا هم يعني تحبون المونه بس احب المونه، بس هو شخصيا ما اكله ما احب. وهنا أنا ثاني يوم ماما سوت لنا هاي البانية. بنات أنا صورت لكم تقريبا مال 3 أيام يعني بهاي الفترة، بس من كل شيء لقطة لقطة ما قدرت أصور تصوير كامل. إن شاء الله على الفيديوهات التجي أصور لكم كل شيء. وهنا أنا بنات بعدين جبنا التوزيعات، إنه إحنا تخيلوا بنات حتى ما مجهزين الصالة، ما مرتبين الميز، كل شيء ما محاضرين. تخيلوا كل شيء ما محاضرين، لأن هي خطية ما صار لها أيام كلش قليلة من دخلة شهر، يعني تقريبا 3 أيام 4 أيام يعني بعدها كل شيء ما مجهزين. هي أصلا دكتورتها قالت لها مو هسه تجيبين، يعني قالت لها تخلصين شهرك كله يلا تجيبين. فإحنا كنا مطمئنين، قلنا بعد وقت إنه تعبر 15 يوم شهرة ونبدي نجهز هاي التوزيعات وهاي الأمور يعني. فما كنا كل شيء مخططين، كل شيء مخططين ماكو. عاد خطية ورا ما كملت وشوية يعني صحتها شوية رجعت، يلا وصينا وسوينا ورتبنا، وهسه يلا راح نرتب التوزيعات. شوفوا بنات سوينا أكثر من شكل، سوينا هذا الشكل السلة كلش حلوة، وسوينا هذا الشكل بيت، وهذني الأشكال الثانيات هسه أشوفكم إياها بالتصوير. هنا أنا كنا درتبهن أنا وخواتي، درتب الميز وصار عندنا بهذا الشكل. شوف بنات سوينا تقريبا 4 أنواع تجهيزات، هذني الكارتون 2 وهاي الشغلات الحلوة وبطالة المي همينة كلش رتبنا. شوفوا بنات شوفوا الجمال طبعا كلش حلو. ها صدق بنات سميناه فهد، واكيد انتوا راح تشوفون من الاسم سميناه فهد. شنو رايكم بنات بالترتيب وبالميز؟ احنا كانت ببالنا غير ترتيب وغير تصميم وكل شيء، كل شيء غير، بس قلت لكم ما لحقنا نسوي كل شيء، وهذا كان اسرع شيء. فالحمد لله على كل شيء. المهم قاموا لنا بخير وسلامه، هذا كله تمو مهم، المهم هم صحتهم بخير وسلام. المهم بنات هسه شنو، نرجع لسالفتنا اللي هي وعدتكم بيها، قلت لكم بنهاية الفيديو راح اقول لكم شنو النقص اللي اني ما حطيته بالدولمه. هسه خلينا نشوف منو البنات اللي عرفوا ومنو البنات اللي ما عرفوا. الشيء اللي هو اني ما حطيته يا بنات يا حبيباتي هو العضد مال السلقايه، يوم السلقايه بها هذا العود المفروض اني من اسوي الدولمه. انا والله كان على بالي، انا من جد سويت الورق ايش قلت، يعني ايش قلت ويا نفسي، قلت يلا هسه خل اخلص الورق واجي ابدي اسوي هذين العود ارتبهن وانظفهن. قماني سويتهن والباقي كله تذبيته، بس انا بعقلي عبالي سويته. يعني تفهمون مرات اكيد تصير هيك وياكم سالفه، انا كفت شي تسووه انتوا عبالكم خلص سويتوا، بس انتوا بعدكم ما مسوي، مجرد بس حكيتوا بعقلكم. فاني دائما اصير وياي هاي السالفه، يعني شي احكي بعقلي وخلص عبالي انه انا سويته وانا بعدني ما مسويته. المهم فاني لاخر لحظه عبالي انا سويته وحطيته بالدولمه وكملته وانا اصلا ما مسويته ذابته، لحد ما دائما انتج الفيديو وانتبهت انه انا ما حاطه العود او العضد مال الدولمه ما حاطته، لان هو المفروض ينحط الطبقه الاولى قبل البصل. فاني قلت البصل ايش عجب عندي لشح كلش، يعني ايش عجب، هو طلع انه اني ما حاطته. فمنو من البنات اللي جاوبت صح ومنو اللي غلطت؟ لهنا بنات احب ان ياكم الفيديو، اتمنى يعجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وتفعلون الجرس. احبكم كلش هوايه
واتمنى بعد ما اطول عليكم هاي الفترة الهواية، لان جد كلش اشتاقت لكم. باي باي.